الملعب معانا فاروق صلاح مراسلنا من ارض الملعب والكابتن طارق الغنام. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن هيثم، وكل شكر موصول لضيوفك الكرام كابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر رجب، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من هنا من صالة الأمير عبد الله الفيصل، وبعد إلغاء مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في الدور ربع النهائي لدوري المرتبط، نظرا لانسحاب فريق المصرية للاتصالات لعدم اكتمال العدد اللاعبين أو الفريق في الميعاد القانوني للمباراة، وتم احتساب المباراة واعتبار الاهلي فائزا بنتيجه 20-0، نظرا لوجود حالات اصابه بفيروس كورونا 3 مدربين و2 لاعبين، وايضا 8 لاعبين كانوا مخالطين لهؤلاء اللاعبين. احنا بينضم لنا في هذه الاثناء واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن طارق الغنام نجم النادي الاهلي والمدير الاداري لفريق النادي الاهلي. كابتن طارق برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراة كانت مهمه، كان ليها استعداد كتير، لكن في البدايه طبعا بنتمنى كل السلامه لفريق المصريه للاتصالات. أكيد أولا برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم وأساطيرنا في الاستوديو، مشاهدينا وجماهيرنا بقول لهم أهلا بيكم وأسفين على أي حاجة يعني ما كناش متوقعينها النهاردة. بس بقول طبعا ألف سلامة على فرقة مصر الاتصالات، يمكن مفاجأة لينا إن قبل الماتش مباشرة يمكن بأقل من ساعة ويمكن ساعة جالي تليفون أو عرفت إن في مشاكل في فرقة الاتصالات بسبب الكورونا يعني، وبلغنا ان هم مش هيقدروا يكملوا كده كده الماتش، يعتبر بعد فوز المرتبط النهارده هيبقى يعتبر البيست منتهي، حتى الماتش كده كده الماتش مش كانش هيبقى فارق، فهم فضلوا ان هم ما يلعبوش عندهم يمكن عدد كبير بمدربين وكده. نتمنى لهم السلامه كلهم ان شاء الله باذن الله. مستر وجوستي بوش اجتمع مع اللاعبين بعد قرار الالغاء، قال للاعبين ايه الاستعداد للفتره القادمه اللي هيبقى ازاي؟ النهارده الفريق بيكتفي باداء التدريبات في ميعاد المباراه. يعني طبعا هو النهارده كان ماتش، يمكن لما يبقى عندك ماتش بيختلف عن ان هو بيبقى تمرين، بيبقى زي ماتش، بيبقى زي استعداد للماتش اللي بعده. فيعني هيحاول يعملوا تقسيمه، يلعبوا جيم بيبقى نفس، نحاول نخش في نفس مود الماتش ويعتبر استعداد للماتش الجاي ان شاء الله. يمكن عندنا سيمي فاينل سواء مع الجزيره او الاتصالات الكاسب منهم النهارده ان شاء الله، وادينا مستنيين ان شاء الله نشوف اللي هيحصل باذن الله رب العالمين. الفترة الماضية فترة مميزة جدا، أكثر من شق اشتغل عليه مستر بوش مع اللاعبين سواء على المستوى الخططي على المستوى الفني أيضا على مستوى الدوافع النفسية، شايف الفترة ازاي دي يا كابتن طارق؟ لا طبعا فترة مختلفة وفترة يمكن فرقت مع اللعيبة الحمد لله، يمكن احنا ربنا كرمنا بطولتين، بطولة منطقة وبطولة عربية في توقيت مهم، يمكن ادت ثقة لينا وثقة للعيبة وثقة الجماهير ان شاء الله ان اللي جاي باذن الله ربنا كريم ويبقى احسن، وان شاء الله عيننا على بطوله المرتبط مبدئيا ناخد بطوله بطوله باذن الله، فرصتنا فيها باذن الله كويسه وباذن الله ربنا يكرمنا والرجاله يعني قدها ان شاء الله، المصابين كلهم باذن الله يبقوا موجودين يعني اللي رجعوا من الاصابه، ان شاء الله يبقى الفريق مكتمل ودي حاجه كويسه باذن الله رب العالمين مبشره يعني ان شاء الله. اشكرك يا كابتن طارق وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقائنا مع الكابتن طارق الغنام واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الاداري لفريق النادي الاهلي عقب الغاء المباراه واعتبار الاهلي فائزا على فريق المصريه للاتصالات ب 20-0. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم واضيوفه الكرام. الزميل العزيز